السلام عليكم ورحمة الله. أياكم قناة تعلم التهجي اللغة الإنجليزية. اليوم عندي حرف الدي شلون يلفظ، وأكو قسم يعني يجي بالكلمة بس ما يلفظ حرف الدي. راح نأخذ أول مرة شلون يلفظ حرف الدي. يلا يوم بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يلفظ أول مرة طريقة اللفظ، طريقة اللفظ يعني الدي الكلمة. مثلا عندي دق، هذا دق، هذا دق 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 اللفظ. باع شوفوا هسه هذا الكابيتال، هذا اجى الدي اللفظ هنا بهذه الكلمة. يعني يلفظ حرف الدي كأنه تلفظ حرف الدال باللغة العربية. حرف الدي باللغة الإنجليزية لما تريد تلفظه مثل الدال باللغة العربية، هذا هنا دق. مثلا عندني رود، رود هذا اللفظ حرف الدي. ها عيني هسه شو اسوي؟ هسه اريد اعطيكم طريقة اللي ما يلفظ بها حرف الدي. هسه اخذنا حرف الدي يلفظ حرف الدي في، طبعا مو بس هذا كل الكلمات، لكن هسه من راح اعطيكم طريقه ما يلفظ بها الدي. هسه تفرقون شنو يلفظ وشنو اللي ما يلفظ. هسه نغير القلم. اولا نقول لا ينطق، لا ينطق حرف الدي، ما ينطق حرف الدي اذا جاء، كتبوا هذه الملاحظه، اذا جاء في وسط الكلمة. وجاء، اسمعوا، قبله، وجاء قبله أو بعده يا حرف، حرف الأن. هذا عيني ما ينطق حرف الدي إذا جاء بوسط الكلمة. يعني أكو كلمة يجي وراء حرف الدي حرف أن، هذا ما يلفظ الدي. مثل إيش؟ يلا يوم عندنا الأربعاء مال ونزدي. باع شوفوها، هاي كتابة الونزدي، شوفوها ونزدي. انتم ما عليكم هذا دي، ما عليكم هذا، هذا الدي على أساس شوفوا هسه هاي ما أخره هذا الكلمة، هذا دي يلفظ دي دوغ دي، يعني شوفوا نخليها هاي دي، هذا يلفظ دي. لكن نقصد على هذا الدي، هذا الدي إذا جاء حرف الدي وراها حرف الان، جاء قبله او بعده، يعني الان لو برا الدي لو قبلها ما يلفظ الدي. شو هسه هاي، هاي الاربعاء ونزدي، باعوا هسه هاي شلون الفظها؟ ونزدي ما لفظت الدي، ونزدي ما لفظت الدي. ليش ما لفظت الدي؟ لان اجى بعد حرف الدي حرف ان، لو قبلها لو بعدها. هذه اول خطوه. اثنين، لا ينطق أو لا يلفظ حرف الدي، لا ينطق حرف الدي إذا جاء بعده حرف من هو الجي. باع هذا، هذا ما ينطق. مثل إيش عندنا؟ مثل إيش؟ مثل عد الثلاجة. باع شلون لما ألفظها أول مرة راح أكتبها، هذا فرج. باعوا هذا الدي اجى شنو؟ اجى اجى بعدها حرف الجي، هذا هذا اجى. اذا الدي واجى وراها حرف الجي فهذا ما يلفظ الدي. شو لما الفظ هاي الثلاجه شو يصير؟ فرج، فرج ما لفظت الدي. بعد هاي اثنين. هسه الملاحظه الثالثه، نقول لا ينطق او لا يلفظ حرف الدي إذا جاء بعده حرف الجي. باع شوفوا هذا، هذا الجي. مثل ايش؟ مثل عندي كلمة أجكتف الصفات، شوفوا هسه لما ألفظها أجكتف، ما لفظت الدي. الصفات أشوفوا هسه أجكتف، إي سي تي أي في إي، هذا شنو هاي؟ هاي كلمة الصفات أجكتف. شنو هو الدي؟ مو اجى دي، اجى وراها حرف الجي، فهذا ما يلفظت الدي. كتبوا هاي الملاحظات يمكم.
بعد ايش عندي؟ عندي بس ملاحظه واحده خلينا يعني اخليها اكتبها هنا. هذا رابعا اقول يلفظ حرف الدي، يلفظ هذا مو لا يلفظ، انتبهوا على هاي الملاحظه، يلفظ حرف الدي. خلينا نشوف شنو هذا اللي يلفظ حرف الدي. يلفظ جي، شوفوا هسه هذا يلفظ حرف الدي، لا تفرقوا بين هاي وبين هاي، هذا جي باعوا جي، هذا لا ما ينطق حرف الدي اذا جاء بعدها، لكن هذا حرف الدي يلفظ جي اذا في بعض الاحيان، نقول في بعض الاحيان يعني مو كلها بعض الاحيان. خلنا ناخذ الكلمه ونشوف شلون نلفظها. باعوا هذا الجندي هي مو على اساس هذا دي، شوفوا خلنا غيره، غير الكلمه خاف ما صارت واضحه. سو هذا دي، هذا شلون لفظ الجندي؟ سولجر. باعوا سولجر، ما قلت سولدر، ما قلت ما لفظته دي، هذا دي ما لفظته سولدر، لا ايش قلت؟ قلت سولجر، جي لفظته سولجر، هاي عيني لفظ حرف الدي. يلفظ حرف الدي دوغ رود دي، ولا ينطق اذا جاء دي ويمها ان. شوف هسه هذا اذا دي وبراها ان بعده او قبله ما يلفظ الدي، ولا ينطق حرف الدي اذا جاء بعده جي، ولا ينطق حرف الدي اذا جاء حرف هذا جي، هذا جي ادجكتيف عيني، او يلفظ حرف الدي في بعض الاحيان جي جي. سولجر سولجر، ان شاء الله التوفيق.